تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المقصود بالمنافع التي وردت في آية الخمر؟ قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. يقولون هذا كان لأن الخمر حرمت بالتدريج، لأنها كانت مستغرقة في الناس ومتمكنة منهم، فلو نهوا عنها من أول الأمر، لو نهوا عنها نهيا باتا شق ذلك عليهم. فالله تدرج بهم، أولا قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. ولا شك أن العاقل لا يأخذ المنفعة الجزئية في جانب المضرة التي أكبر منها، فهذا فيه ترخيص للخمر في نفوس المؤمنين ولأجل أن يتركوها. ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فحرمها في حالة دون حالة، ثم في المرحلة الأخيرة حرمها بتاتا. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. فحسمها في النهاية لما تدرج بهم وهم تخففوا منها ورخصت عليهم، عند ذلك حسم الأمر فيها سبحانه وتعالى. وفي النهاية سلبت المنافع كلها، هذا كان في المرحلة الأولى من باب التدريج، لكن لما تقرر عندهم أنها مذمومة وأنها ممقوتة وأنها لا يصلح أن يصلي الإنسان وهو سكران، عند ذلك زهدوا فيها وخفت وطأتها عليهم، حرمها وسلبها المنافع ولم يبقى فيها منفع. ولهذا لما جاء طارق بن سويد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما حرمت قال يا رسول الله إني أصنعها للدواء، قال صلى الله عليه وسلم أما إنها داء وليست بدواء، فلم يبقى فيها منفعة. نعم.